الطلاب الرابع إعدادي، وعندنا اليوم إن شاء الله آخر محاضرة بيونت 6 وهي التست الاختبار. أول سؤال اكتب عليه جايب الامتحان. تمرين أي complete reported sentences، حول لي مباشر وغير مباشر. الجملة الأولى طبعاً عندكم فيديوهات سابقة مشروح بها الموضوع بالكامل بيونت 6، والشرح الرئيسي كان بلسن 2، لسن 2 جزء الثاني اللي هو كان بس قواعد. سؤال الأول: Do you want to play volleyball؟ تلعب طائرة؟ He asked me. أكمل، حتقول He asked me، ما عندي أداة سؤال. If اليو تتقدم شو تصير ما طول مي؟ تصير أنا I. He asked me if I. الwant فعل مضارع، شو ينزل ماضي يأتق، فيصير If I wanted to play volleyball. خلاص. رقم اثنين: We are too tired to play tennis. تعبانين ما بينا حيل نلعب. The girls told me. كمل. The girls told me that. كل we تصير they. Are تعتق تصير they were. Too tired to play tennis. ثلاثة: I can't go to the sports center. ما أقدر أروح للسبورت سنتر. سلطان said. I can't go. يقول لك سلطان said كمل. سلطان said أحط ذات أو ما أحط كيفي. الآي إيش صارت؟ هذه عبارة مو سؤال، فالآي صارت حسب سلطان ولد هي. ذات أو بدون ذات، سلطان said هي كانت، شو تصير؟ تعتق couldn't، والفعل الوراها ما يتغير، فتصير couldn't go to the sports center. رقم أربعة: Where is your life jacket؟ أين سترة النجاة؟ Mary. The instructor المدرب asked Mary. كمل. Where تنزل؟ Your life jacket، بما إنها Mary فأقول here بنية. Life jacket والإز تعتق، هاي الإز المختصرة شو تصير؟ was. وأخيرا: You have to finish your homework before you go out. My parents والدي told me. قالوا لي. ذات أو بدون ذات مو مشكلة. اليو تصير أنا I. الهاف تعتق صارت had. To finish your ويا الأنا تصير my homework قبل أن أغادر. هذا جاي بالامتحان أخير سنة شهري جاي. كمل. اجينا للتمرين B. يقول لك رتب لي بالpossible أو not possible. حط may أو may not، might أو might not بكيفك، مهم جدا للامتحان. write sentence about what is possible أو not possible in the future. people live longer healthier diet. people might، جبنا might من عندنا لأن يريد possibility احتمالية. people might live longer because they will have healthier diet، راح يكون عندهم نظام غذائي صحي. The planet الكوكب be less polluted، راح يكون أقل تلوث. The planet might be less polluted، راح يصير التلوث أقل because cars getting cleaner، ده تصير سيارات صديقة للبيئة. همنا نجي على رقم ثلاثة: There be cure most diseases. There might be a cure for most diseases. أغلب الأمراض راح يكون لها علاج because medicine is improving، لأن الدواء والطب يتطور. رقم أربعة: We not have to use telephone. احتمال ما نستخدم التليفونات بعد. We might not عندنا نزلت might not have to use the telephone. احتمال ما نحتاج تليفونات because everyone will use email. وأخيرا: There be new sport records. أكو راح تصير أكو أرقام قياسية جديدة. There might be احتمالية. There might be new sports records because athletes يعني الرياضيين are getting stronger، يصيرون أقوى. نجي على التمرين C. اقرأ ما يلي ثم أجب عن الأسئلة. طلاب بصراحة ماكو كتاب رسمي يجبرنا إنه هذه القطعة عليها أسئلة وأجوبة، بس لأن موجودة بالكتاب ولأن يعني ماكو شيء إنه مبلغين به إنه هاي ضمن قطع الاستيعابية، لكن بكيف المدرس يقدر يجيبها يقريكم إياها ويقولكم أنا طالبها بالامتحان وتجاوبوا لي الأسئلة اللي عليها. هاي الترجمة وهاي الأسئلة اللي عليها وهنا ينتهي اليونت. فأنا إيش راح أسوي؟ أخاف مدرسين يدخلوها بالامتحان، حضوجكم وسوي المحاضرة شوية طويلة، بس راح أقراها
ترجمة جواها ونحل الأسئلة ونكمل اليونت بالكامل. Why exercise؟ ليش نتمرن؟ ليش نمارس الرياضة؟ Exercise is important. الرياضة والتمرين مهمة for your body للجسم in many ways، بعدة طرق. First of all، أولاً exercise التمرين builds يبني muscles العضلات. You need strong muscles، أنت تحتاج عضلات قوية to do all the things you want to do، حتى تسوي الأشياء اللي تريدها during the day باليوم. Even if your favorite hobby is playing computer، حتى لو كانت هوايتك المفضلة إنه لازم الجويستيك وقاعد بس تلعب بالبلاي، فأنت computer games، مع ذلك تحتاج عضلات قوية وإلا ما بيك خير تشيل علاقة. زين، if your muscles، إذا عضلاتك are not strong you can get tired easily. Can get tired easily يعني تتعب بس تسوي شغلة قد وتتوقع. كمل. Did you know your heart is a muscle؟ تدري أنت قلبك هو عضلة يحتاج تمرين؟ That's why exercise is good for your heart too. إذن التمرين جيد للقلب أيضا. A strong heart، القلب القوي الجيد، can help prevent heart disease، يمنع أمراض القلب. This illness، هذا المرض اللي هو مرض القلب، kills many people in developed countries، يقتل كثير من الناس بالدول النامية because they don't have healthy habits، عادات هذه الدول غير صحية. The best activities، أفضل فعالية for your heart، للقلب أفضل تمرين، are activities like running، الركض، that make you breathe hard، اللي يخليك تنهت يعني من تتنفس من تركض، هاي رياضة القلب. Exercise، التمرين is good for you، هو جيد لك. ليش؟ because it helps you use the calories، يعني راح تستخدم السعرات الحرارية وتحرقها. You get from food، اللي ناكل ونسمن وتزيد سعراتنا الحرارية فنحرقها من خلال الرياضة التمرين. If you don't exercise، إذا ما تتمرن enough، the calories you don't use can make you fat. الكالوريز، السعرات الموجودة بجسمك وما تستخدمها هتخليك تصير سمين. And people who are overweight، والناس السمينة، are generally عموما not as healthy as، ما مو صحيين، مو صحتهم جيدة مثل those who are not، مثل الناس المسمينة. The best reason، السبب الأفضل to get exercise، للتمرين، is that it's fun، وانسى، متعة إنه تطلع تتمرن وياك، خاصة إذا وياك أصدقائك. If you enjoy being with other people، من تكون ويا الناس، إذا تحب أن تكون ويا الناس، try playing basketball، العب كرة السلة، volleyball، طائرة. Team sports، الفريق الرياضي، are a good way، يعني من تكون ضمن فرقة رياضية، فالفرق الرياضية هي طريقة جيدة to make friends and have fun، يصير عندك أصدقاء وتتونس، لا تبقى وحيد while you get fit، وانت بنفس الوقت دا تحافظ على لياقتك. يعني غلط تبقى لازم الجويستيك وقاعد بس تلعب بلاي وقاعد بمكانك، العب وتحرك ويكون عندك أصدقاء تكسب صحتك. زين ست، وين وصلت؟ But you don't have to do sport to get exercise، ماكو داعي يعني مو إلا تلعب رياضة حتى تحصل على التمرين. Try walking، اطلع امشي، or taking the stairs، أو اصعد درج وانزل درج. These activities don't take much time، ما ياخذ منك وقت، خاصة اللي نقول ما عندنا وقت. If we do them regularly، إذا نسوي هاي الأشياء بانتظام، they can help you get fit، حتساعدك أن تكون عندك لياقة. هاي الترجمة اللي قلتها هسه، وهسه راح نختم محاضرتنا بتمرين سؤال وجواب، ومثل ما قلت لك هو تابع للمدرس أنه يدخل النص كسؤال وجواب لو لا. نبدي هسه. سؤال الأول، Why do you need strong muscles؟ ليش نحتاج عضلات قوية؟ You need strong muscles so that you don't get tired، على مود ما تتعب، when you do activities during the day، من تسوي أشياء اليومية. اثنين، What kills many people in developed countries؟ شنو الشيء اللي يقتل كثير من الناس بالدول النامية؟ Heart disease، مرض القلب، kills many people. ثلاثة، How does exercise keep you slim؟ شلون التمرين يخليك رشيق، حافظ على لياقتك؟ Exercise uses up the calories، لأن يحرق السعرات you get from food، so it keeps you slim. أربعة، What sports are a good way to make friends؟ يا رياضة تخليك يصير عندك أصدقاء؟
تيم سبورتس، الفرق الرياضية، الرياضة المتكونة من فريق مثل الفوليبول، الطائرة، الباسكتبول، كرة السلة، are a good way to، ليش الطوبة قليلة، كرة القدم. وأخيرا سؤال الخامس، how can you get exercise without doing a sport؟ شلون تتمرن بدون ما تلعب رياضة؟ you can get exercise by walking and تمشي أو using the stairs، تصعد درج، المشي أو الدرج يخليك تمارس الرياضة بدون ما تتمرن. وهنا الحمد لله انتهى يونت 6، ونلتقي إن شاء الله مع يونت 7. Thank you.